افتتحت هيئة الصحة في دبي اليوم الملتقى الثاني لصحة الرجل 2018 ليهدف إلى تعزيز ثقافة الأطباء وثقافة المجتمع بأهمية صحة الرجل من ناحية يعني الاكتشاف المبكر والعلاج المبكر لأمراض مختلفة تتعلق بالرجل بوجه عام كصحته، وأيضا في الأشياء البيولوجية الخاصة بصحة الرجل. الحمد لله في زيادة في أعداد المشاركين، أكثر من 400 مشارك. عندنا خبراء من مختلف دول العالم موجودين، بالإضافة إلى الاستشاريين والبروفيسورين الموجودين من دول الخليج وأيضا من الإمارات. الحمد لله هذا بيعمل نقلة كبيرة أيضا بالتعرف على أحسن الخبرات الموجودة عالميا والأدوية الجديدة الموجودة وأحسن التقنيات الذكية إن شاء الله. هذا يعني بينعكس إيجابا جدا على صحة الرجل، وإن شاء الله نتمنى للجميع صحة وعافية وسعادة إن شاء الله. يعطيك العافية.